إعطاء الإشارة لانطلاق الطبعة التاسعة لصالون الكتاب والوسائط السمعية البصرية الأمازيغية بولاية البويرة، تظاهرة يراد بها التعريف بالكتاب الأمازيغي وكتابه. متواصل الحق. الحق هي الأمازيغية لغة وطنية. تعهد الرئيس الجمهورية في عدة مناسبات بترقيتها وتطويرها. وهيئة المحافظة السامية الأمازيغية هي هيئة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية. والعمل اللي رانا نقوم به بلا مزيتنا وبلا مزيت أي واحد هي رسالة العلم والمعرفة. باسمكم جميعا أعلن رسميا عن افتتاح الطبعة التاسعة للصالون الكتاب والوسائط السمعية البصرية الأمازيغية، متمنيا لكم التوفيق في أشغالكم. إشكالية توزيع ونشر الكتاب الأمازيغي يسعى منظمو الصالون إلى إيجاد حل له من خلال مثل هذه التظاهرات. درنا هذه المحطة يعني بقصد، أولا لتحسيس الشركاء خاصة دور النشر العمومية عليهم، ضروري عليهم باش يتكفلوا ويساهموا مع المحافظة السامية الأمازيغية للتكفل ببيع كتب الأمازيغية بكل المتغيرات تاعها. الشروق نيوز اقتربت من الزوار وأخذت انطباعاتهم حول الصالون. الزوار الى قام حصو بلي رحبه في 6 ساعه تسغاليني دوغال خاطر لي نديوري لي الرحبه كي ديال السمازيا ضغس الفرحه من القران يدن بلا سدي تو بيرت ثورا يدير رحبه كي الصبحه دا شو ينولا دا شي كس فرحان بلي كي طقس الغاشيه تقص الغاشيه الطاس كوره شي دي روحن وكادي قرن تمازيغ الا دغان الرحبه سوال سوال دولي ويزي لا برا غي شوي ليس البويره رحبه كي كوزليس سكود ما ينوث وين يرزانا فارس تسكلا لا دغان يثمازيغ الا وين يلند ما ينوث ديك سكنند باللي تمازيغ يزمر دي مسلي ونيس يزمر يونا دي رويس ذن شتاقيا سيفكين يفدن أرزدت تلحوم. الاهتمام بالصالون من شأنه تقريب المسافة الموجودة بين الكتاب بالحرف الأمازيغي والقراء ويساهم في جعل الفضاء الأمازيغي أكثر اتساعاً.